اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المنيو بتاعنا او الوجبه بتاعتنا النهارده في متناول الجميع. معانا الباميه من خير ارضنا، هنعملها النهارده دقيقه باميه باللحمه، بس مش بغير لحمه. شوربه اللحمه عندنا من امبارح، كنا عاملين فرخه، عندنا لحمه عاملينها فته. ازاي نعمل دقيقه باميه او يخنه الباميه بالطريقه البسيطه والسهله وبطعم مصري لطيف. معانا كفته النهارده، والكفته لها مدرسه، وبنسال على السوشيال ميديا، واحنا دورنا يوم السبت بنجاوب على كل اسئله السوشيال ميديا ومتابعتنا للصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي. معانا لحم مفروم ومعانا برغل، هنعمل اقراص الكفته بطريقه بسيطه وسهله هتعجب حضراتكم وسهله لكل ام بتتابعنا. معانا سلطه النهارده، السلطه دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا، والبنجر من السلطات اللطيفه اللي الاولاد بيحبوها وبتعالج الانيميا وفيها سكريات لطيفه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل في الحلقه، اي نعم الماتيريال في متناول الجميع، نقدر نشتريه، نقدر ان هو متواجد عندنا في المطبخ، ولكن بطريقه سهله وبسيطه ازاي نقدمه بافكار بسيطه وبطعم جديد. يعني تفاصيل صغيره ولكن طعم جديد وشكل جديد. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. معانا باميه النهارده ومقاديرها في متناول الجميع. تعالوا نعمل دقيقه باميه او يخنه الباميه باللحمه، بس من غير لحمه. الشيف بيهزر؟ لا مش بهزر ولا حاجه، احنا عايزين شوربه لحمه قويه. معانا باميه من خير ارضنا، اللون الوردي طازه زي الفل، متقمعه، ومعانا البصل ومعانا الثوم ومعانا البهارات بتاعتنا اللطيفه الجميله. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. ولكن ازاي تعملي باميه وازاي نعمل، وايه الفرق بين الباميه والويكه؟ الويكه كلنا عارفينها بتاعه الصعيد وناس اسوان وناس الاقصر والناس الطيبه، واحنا بنحبها. الويكه دي بتبقى الباميه الخضراء المتقطعه، وبعد ما بتتقطع بتتعمل بالمفرك. انا حطيت دلوقتي معلقه زيت صغيره معاها معلقه سمنه بلدي. الله، يعني كده بقت باللحمه دي الف باء. سمنه بلدي يعني لحمه، بروتين، بروتين حيوان. معانا البصله والتومه. ما تنسوش ان معايا شوربه لحمه على النار بتغلي، طلعتها من الثلاجه، كانت عندي من امبارح، من اول امبارح، وانا علمتك ان الشوربه ما تترميش. سلقه فرخه، عامله فته، عندك شويه شوربه حلوين، احتفظي بيهم في الثلاجه هينفعوكي. يا اما تعملي بهم صينيه بطاطس باللحمه، يا اما تعملي بهم يخنه بطاطس، يا اما تعملي بهم باميه بسله بالجزر، رز، زي ما انت حابه. الشوربه ليها فوائد كتيره ومتعدده الاستخدام في المطبخ عندك. بخدم على البصله كده وبخليها تاخد لون. بصله الباميه يا امي يا اختي يا خالتي، امي علمتني تاخد لون، يعني تحمر شويه قبل ما انزل بالتومه. هو ده الكلام. نحمر البصله كده حلو بالشكل ده كده. الشيف المغازي علمنا سرعة احمرار البصلة سريعا، معلقة زبدة صغيرة. والأكلة دي دسمة، يعني مش محتاجة ان انا اخفف منها الدهون ولا اي حاجة. احنا يوم الحد بتاعنا بكرة ان شاء الله بيكون الاكل صحي. معلقة الزبدة دي هتخلي البصلة تحمر بسرعة. عايزة تحمري مثلا اسكالوب بانيه، كوردون بلو. ايه هو الكوردون بلو يا عم الشيف؟ كوردون بلو ده حتة فرخة أو صدر فرخة بيتحشي لحمة باردة أو لحمة مفرومة أو خضار، ويتقفل ويتعمل بانيه، وده اسمه كوردون بلو. بيتعمل في بعض المطاعم عشان يتحمر معاك بسرعة. وطبعا الكوردون بلو لازم يخش الفرن، ما تعتمديش على تحميره في الطاسة. خلي بالكم أنا من خلال الكلام اللي بقوله ده بجاوب على أسئلة كتير من خلال السوشيال ميديا. أدي البصلاية بدأت تاخد لون الاحمرار، بدأت تطلع ريحتها الحلوة. الله، انزل بالبهارات بتاعتنا. الباميه بتحب التوابل زي البابريكا الحلوه كده، زي الكزبره، زي الكمون. طبعا ما ينفعش احط كركم اهو. حلو، فلفل اسود يا عم الشيف. والملح، خلي بالك انت فاكره انك حاطه ملح وانت بتستوي الايه؟ الفرخه، فتقللي الملح هنا. هذا البصلايه خدت لون حلو ازاي؟ هو ده. تمام، عندي تومه ناعمه بنزل بيها كده. الله، شفت خدمت ازاي؟ هو ده الكلام. هنا بقى
السر في الكشنة دي، في الخلطة دي بتاعت البني. شفت انا مهتم بيها ازاي؟ زي الفل. عندي بامية طازة، ناخد البامية كده ونشوف، نبص عليها. البامية بتتجاب اللطيفة الجميلة دي، انا بحب اللون الورد ده، البامية اللي بيبقى فيها لونين، شفت اللون ده؟ بامية طازة زي الفل، اتغسلت قبل ما تتقمع، سوري، الاول تتقمع وبعد ما تتقمع تتغسل بالشكل ده كده، وتتغسل بميه ساقعه. ناخد الباميه نسقطها كده بالشكل ده كده، وانا بحب الباميه الصغيره على فكره، ما بحبش الباميه الكبيره، احب الباميه الكبيره لما نعملها ويك. واخد الباميه دي يا عم الشيف ادورها بالخلطه اللي احنا شفناها. شويه باميه، اي نعم، الباميه لما يكون معاها لحم ضاني والهبر في قلبيها دي يعني قلب الصغير لا يتحمل، ولكن انا ما عنديش لحمه، ازاي اعمل شويه باميه حلوين؟ شفت البصلايه، شفت التومه، شفت البهارات، بدات ادور الباميه بالبصله دي والجو ده، الله، زي الفل. واسيبها على النار كده تتعرف على الخلطه اللي انا عملتها. عندي مصفاه اخدها واصفي الشوربه الحلوه دي مع حضراتكم كده واحده واحده. اهم حاجه وانت بتصفي الشوربه حط في الاعتبار يا امي ما يكونش عندك ايه، بدايق، وده مهم جدا على فكره. هنا المصفه اهو 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 اهو، مهم جدا زي ما بقول لحضراتكم ازاي. طيب خلونا نصفيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي شفت الشوربه اهي، الله، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. شويه باميه زي ما قال الكتاب. شفت الشوربه نازله عليها ازاي؟ دي شوربه لحمه فيها حته ليا حلوه، الله، والله عندك ليا في الثلاجه، واحنا المصريين شطار في تخزين الليا، طلعيها حمري فيها البصله والتومه والباميه، بتحب اللي هي الضاني، خلي بالك. واسيب الباميه كده تاخد غلوه في الشوربه الحلوه دي. الشوربه بتغلي والباميه نازله. عندي عصير طماطم، ممكن الباميه تتعمل من غير طماطم مش هيبقى لها طعم. دي طماطم طازه زي الفل، بنزل بيها كده. الله الله، دي اسمها يخنة البامية باللحمة أو بشوربة اللحمة. نعم يا غالي، ينفع والله، لو شوربة فراخ تبقى حلوة برضو عادي، مش هتقول لأ. أهم حاجة البصلاية والتومة اللي أنا خدمت عليهم في البداية، أيا كان بقى شوربة فراخ شوربة لحمة عندك مفيش أي مشكلة. هنسيب البامية دي تستوي في الحلة كده بالشكل ده كده. خلي بالك وجود الملح، بيسألوني على السوشيال ميديا يا شيف مغازي ليه البامية بتسود مننا؟ وجود الملح وانت بتحط البامية في ايه الحلاوة والخضار ده؟ بيخلي لك البامية خضراء، مهم جدا على فكرة. يعني لما انا حطيت الملح او الشوربة عليها ملح مهم جدا، لان القاعدة بتاعت سلق الخضار وخاصة زي بسلة زي سبانخ زي بروكلي لازم وجود الملح مع الماء المغلي او الشوربة المغلية، بيساعد على خضار ونضارة اللون الاخضر. هغطيها واسيبها تغلي وانساها بقى ونخش على اللي بعده. عندي طبق كفتة سهل وبسيط مقاديره على الشاشة، لحمة مفرومة وبرغل. حابين نكمل يا شباب؟ يعني ايه اعمل كفتة ما تفكش مني؟ طبعا المقادير خلونا نشوفها بعد الفاصل، ده مهم جدا علشان السؤال ده او الطبق اللي بعمله النهاردة بجاوب من خلاله على أسئلة كتير على السوشيال ميديا. الكفتة بتفك مني، عايز أعمل كفتة زي ما بأكلها برة، البرغل استخداماته إيه، حاجات كتيرة، فأنا من خلاله بجاوب على أسئلة كتير. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، أو هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نعمل حتة كفتة لطيفة وجميلة. أكيد في تفاصيل في الكفتة بتاعتنا، وأنا عارف إن أنتوا أشطر مني في عمايلها، بس تعالوا نشوفوا إزاي نعمل كفتة اللحمة النهاردة المشوية على عين البوتاجاز أو في الفرن. مقاديرها على الشاشة، لحم مفروم وبرغل، دول أساسي معايا. كمية البرغل هنا حسب كمية اللحمة، والله أنت كريمة وإحنا بنستاهل،
تكتري البرغل هتبقى اللحمه برغل فيها كتير، ولكن البرغل هنا مفيد جدا لانه من مشتقات القمح وقيمته الغذائيه عاليه جدا مع البروتين الحيواني، اكيد بتكتمل الحدوته الغذائيه. لحم مفروم وبرغل، بصل وتوم، بقدونس، زعتر، سماق، معلقه معجون طماطم، وتعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. ومعانا طاسه بتسخن شديده الحراره على النار، ولكن مخرجنا الجميل عايز يشوف الباميه وصلت لفين. انا هوريك الباميه دلوقتي بتتكلم مصري في قلب الحله. ايه الحلاوه وايه الجمال ده؟ شفت الحلاوه دي اهي، بسيبها تستوي على النار. اهم حاجه نخدم على الشوربه اهي، يا نعم اهو، نخدم على الشوربه بتاعه الباميه واسيبها تستوي على النار كده ونشوف هنكمل مع بعض ازاي. باخد الكبه بتاعتي واحط فيها البرغل. البرغل ده اتفقنا مع بعض بيتغسل مره واتنين وبعدين يتحط، يتصفى من الميه كويس ويتحط على جنب كده لغايه لما ايه يبقى معانا طري اهو. ده برغل. البرغل ده يا اخوانا العمود الفقري لكفته احنا بنعملها اللي احنا بنستخدمه في الكبيبه. حلو قوي، حطينا البرغل دول كفايه. حلو، بنحط معاه بصله ناعمه مع البرغل. خلي بالك، بنحط فص ثوم. حلو، الله، بنحط معلقه معجون طماطم. كفته بطعم جديد وشكل جديد. دي معجون طماطم كمان واحده بالشكل ده كده، الله، شويه سماق، شفت الشقاوه، هو ده، وشويه بقدونس. كل ده مع البرغل يا شيف، كل ده مع البرغل يا ست الكل. هنا يبقى لها طعم مميز. هناخد كل ده ونخلطه مع بعض في قلب الكبه. الله، ايه الحلاوه دي يا عم شريف؟ انا اسف للازعاج، انا ما بحبش ازعج حضراتكم بصوت الكبه، ولكن غصب عني لان التفاصيل الصغيره دي مهمه جدا في انك تعملي كفته لها طعم مميز. ومدرسه الكفته متعدده المواهب والابداع اهي. البرغل هنا هو العصب. الله، ايه الحلاوه دي يا عم شريف؟ هو ده حتة كفتة حكاية. هنمسكها نحط عليها بقى الايه البهارات. الكفتة تتبل بعد ما تنزل من المفرمة أو من الكبة بالشكل ده كده، والكبة دي تركناها على جنب علشان تستخدميها تاني. والسكينة بتاعت الكبة يا عروسة ابعديها عن الحوض. ادي البابريكا وادي الكمون،
شويه كركم صغيرين او كاري، تبليها زي ما انت عايزه. توابل الكفته صوره مفتوحه، فلفل اسود، الملح بتاعنا، والملح بتاع الكفته دايما بيكون بالسالب، نقدر نعالج المشكله دي واحنا عادي بناكل. انما لو الملح زياده في الكفته خلاص. نقلبها كده، عيني. حاضر حاضر اهو، وسع لنفسك يا عم الشيف. اللهم صل على النبي، ونعجن الكفته دي كده يا عم الشيف. الله، هو ده. والله انت ابن حلال، انا مش عايزك. حلو. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ نعم يا غالي، يعني هي ملاش عيار. مخرجنا بيسال بيقول البرغل قد ايه لكيلو لحمه؟ يعني ممكن لو حطينا نص كيلو برغل هو ده العيار التمام، ده العيار اللي هو نسبه وتناسب. حطينا طيب كيلو بكيلو مش هتقول لا، بس هتبقى لحمه برغل فيها كتير مش هتقول لا. قلبتها كده زي الفل، ظبطت التوابل بتاعتها. حلو، تعالوا بقى نشوف هنسويها ازاي مع بعض. طاسه شديده الحراره على النار، ونحطها هنا كده، ونحط فيها، لا ما تزعلنيش بالله عليك، يا الله، نحط ده هنا كده. طيب خلينا نولع النار دي كده. حلو، عشان انا عايز نار شديده، ونحط دي كده هنا مكانها. تمام، وتعالوا نسويها مع بعض كده بطريقه سهله وبسيطه. الباميه بتغلى على النار دي لازم تستوي لغايه لما امسك فص الباميه ده يتهري بين ايديا. ده مهمه جدا. نبص عليها، بص عليها اهي، شفت الحلاوه دي كده؟ طب تعرف ان هي استوت ازاي؟ لما الشوربه بتاعتها والصلصه بتاعتها والدمعه بتاعتها تتاثر، يعني تخس. شفت ازاي؟ سيبها على النار تغلي، وهي مش عايزه نار شديده اهي، بالشكل ده كده. تعالوا نسوي الكفته مع بعض. بنحط معلقه زيت هنا مع معلقه الزيت دي يا عم الشيف. مخرجنا الجميل بيحب الصوره الحلوه. عود روزماري، شويه فلفل، الحاجات اللطيفه دي بتدي برزنتيشن حلو. حلو بالشكل ده كده. وناخد الكفته بتاعتنا دي نبدا ان احنا ايه، نعملها اشكال مختلفه. اللهم صل على النبي. يلا بينا. تفك مين يا راجل يا طيب؟ طالما فيها البرغل العصب بتاعها. هو بالشكل ده كده. كفته مشويه بتتبيله خاصه. الله. تقدر تقدميها بقى مع صوص طماطم مش هتقول لا. عندك شويه بتنجان متحمرين برضو زي الفل مش هتقول لا. تقدر تقدميها مع وايت صوص خفيف كده زي البشاميل، اهلا وسهلا. تقدر تقدميها مع جبنه زي البرجر مش هتقول لا، زي ما انت حابه. وجود البرغل هنا مهم جدا. طبعا عمليه التسويه هتتم كمان لما ندخلها الفرن. وانا شغال كده. الله، واحده واحده يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. وانا شغال واحدة واحدة، كمان واحدة، كمان قرص. انا بصراحة عايز اقدم معاها صوص طماطم، ممكن اقدم معاها وايت صوص زي ما انا عايز، مفيش اي مشكلة. اعمل كمان واحد صغير هنا، ممكن تقدمي معاها اكراس من البطاطس، تجيبي بطاطس تقطعيها وتحمريها وتقدميها معاها، تبقى لطيفة وجميلة زي الفل. ادي كفتة مشوية بطريقة بسيطة وسهلة.
ومهم جدا تنزل على طاسة سخنة أو الجريلا بتاعتك تكون سخنة، ده أهم حاجة. نظافة مطبخك مهمة جدا، تعملي كفتة بقى، تعملي بامية، أيا كان. الصورة الحلوة، إيه رأيك مخرجنا؟ أنا عارف إنك بتحب الألوان وعيونك حلوة، مش هتخسري حاجة لما تحط الفلفل ده مع تحمير الكفتة. والله عايزاه في التقديم أهلا وسهلا، تشيليه من التقديم برضو أهلا وسهلا حسب الرغبة. طيب طيب ماشي خلاص، هنسمع كلام مخرجنا وناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير. بس للأمانة إيه اللي هيحصل في الفاصل؟ أنا هاخد الصينية دي أدخلها الفرن تكمل تسوية، بحطها على الشبكة بتاعة الفرن والبامية بتكمل سواها، وهنرجع نعمل كمان طبق سلطة الشمندر اللي هو البرجر اللي مشهورة جدا في المطاعم بره مع أولادنا، إزاي تعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. في تريكايه كده بعملها للكفته الحلوه اللي في الفرن دي، عايز اقدم معاها شويه صوص حلوين كده، ممكن يكون صوص طماطم، ممكن يكون باربيكيو صوص، ممكن يكون الوايت صوص. بس تعالوا مع بعض، مخرجنا عايز يبص عليها في الفرن. المصداقيه والشفافيه ده شعارنا اهي. طبعا خدتها بعد ما خدت الصدمه الناريه على عين البوتاجاز في قلب الصينيه، دخلتها الفرن مع الفلفل مع الروزماري، الشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. ويفضل تقديمها في نفس الصينيه اللي انت عملتيها او البايركس اللي انت عملتها، ده مهم جدا على فكره. ولكن عايز اعمل صلصه حلوه كده للكفته بتاعتني. الله، طب ما تجيب الباميه دي، ولا الباميه دي علشان مش هوبر انت طبعا مطنشها؟ ما اقولكش شويه باميه حكايه. بص على الباميه، شفت الحلاوه؟ بس ايه بقى، بتغلى على النار. حلو، تعالوا مع بعض نعمل الصلصه بتاعتنا. شوربة اللحمة فاكرينها اللي كانت معانا من شوية؟ حلوة أوي. باخدها زي ما هي كده، خدت شوية شوربة حلوين منها، بحطهم في طاسة وأعمل شوية صلصة حلوين كده أقدمهم مع الكفتة. ممكن أنت زي ما أنت عايزة تقدمها مع جبنة ماشي، مع بشاميل ماشي، مع بطاطس، زي ما أنت حابة. بس إذا إحنا عندنا بامية والبامية فيها صوص طماطم وفيها يعني طعم، فأنت ممكن تعملي صوص مختلف شوية. آدي الشوربة بتغلى على النار، بنحط مكعب زبده بالشكل ده كده. حلو، دي شوربه اللحمه اللي كانت معانا من شويه، ونحط شويه بابريكا وشويه فلفل اسود. حلو، ومعانا معلقه نشا، معانا معلقه فلفله حلوه. انا عايز المطبخ معاكي بالشكل ده كده، دي فلفله حلوه اهي الهريسه، عارفينها اهو، مش معجون طماطم، هريسة اللي هي الفلفلة الحلوة اهي. واسيبها تدوب في الشوربة كده مع مكعب الزبدة. ما انا بألف توليفة او تأليفة، توليفة ولا توليفة؟ بألف توليفة. ايه التوليفة؟ انا بعمل صوص لطيف وجميل عشان الاولاد يحبوا الكفتة. ممكن اجيب علبة الباربيكيو من سوبر ماركت غالية، كاتشب غالي، انا معاكي وبتكلم بكل مصداقيه. اعملي شويه صوص حلوين، عندك الشوربه بتاعه اللحمه حطيتها في الطاسه، حطيت عليها مكعب زبده. حلو الكلام، معلش خلينا ناخدها على نار شديده كده بالشكل ده كده. حلو، ومعانا معلقه نشا او معلقه دقيق صغيره، ونقلب كده اهو. شفت القوام؟ بايدك هتطلعي القوام اهو. تقدري بقى تخليه تقيل او خفيف حسب ما انت حابه. عدل الكفته دي يا عم الشيف عايزه شويه مكرونه اسباجيتي او رز ابيض، ويا سلام لو شويه بطاطس مقليين ونقلب كده لغايه لما تديني القوام اللي انا عايزه. والباميه بتغلي جنبي. عايز اتكلم بقى عن ترتيبك في المطبخ. انت واقفه في المطبخ عايزه تعملي الباميه وتعملي الكفته، تبداي بايه الاول؟ ودايما بيسالوني فريق العمل، ببدأ بالبامية، لأن البامية عايزة تتحط على النار كده تتسبك. شفت التسبيكة دي؟ التسبيكة دي مهمة جدا، اللي هي في طريقنا للوصول ليها. البامية بدأت تاخد تسبيكة كده، بدأت تستوي، بدأت أشم ريحة الصوص الطماطم اللطيف الجميل. دي كمان عايزة شوية. وأنا واقف السلة هتحتاج لهم كلهم، ماشي زي الفل. الله، تسلم ايدك يا عم الشيف. مطبخنا النهارده في توازن. هتيجي تقولي لي فين الرز يا شيف؟
البامية عايزة رز، البامية من النوع ده عايزة العيش البلدي، عايزة تاكلها مع الرز أهلا وسهلا. ولكن للأمانة أنا اكتفيت بالبرغل اللي موجود في اللحمة، ده بديل للرز. لازم يكون في عملية توازن على السفرة بتاعتي. شفت الصوص اللطيف ده كده؟ الله، ده شبيه للديميجلاس أو للباربيكيو صوص اللي بنسمع عنه أو اللي إحنا بنشوفه في بعض المطاعم. ده نتيجة إيه أو منتج عن إيه أو إيه محصوله الشوربة بتاعت اللحمة، أو عندك فخدة ضاني الشوربة بتاعتها خدتها حطيتها على النار مع معلقة زبدة، معلقة دقيق متدوبة في شوية مية أو معلقة نشا، حطينا معلقة فلفلة حلوة، حطينا البهارات بتاعتنا، بقى عندي بالقوام ده. نبص عليها كده مخرجنا الجميل، اهو الصوص ده مهم جدا، ده هنقدمه مع الكفته بتاعتنا. شفت القوام جه ازاي؟ هو ده. الله، ده عايز شويه مكرونه سباكيتي، اهلا وسهلا. عايز رز ابيض، اهلا وسهلا بالشكل ده كده. ناخد الباميه بتاعتنا نغرفها بقى، يلا نبص على الباميه، ايه الحلاوه دي؟ الله، اللهم صل على النبي. عندنا الدقيه بتاعت الباميه جاهزه، بساطه سهوله مرونه. قدرت تعملي سفره فيها كل العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم. ادي الباميه بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله. اضرب فيها اللقمه بقى، ودن قطه اهو. للامانه يعني انا بقالي شهر تقريبا عامل ريجيم كده بيني وبين نفسي، جوات نفسي يعني، وعامل اضراب عن العيش والرز، لا عيش ولا رز لمدة شهر. بتلاقوا النتيجة نتيجة هائلة. لو احنا عايزين نخفف البطن شوية او الكرش عموما يعني. حلو الكلام. الله، ايه البامية الحلوة دي يا عم الشيخ، ايه الجمال ده. دي تتاكل بالمعلقه؟ تتاكل بالمعلقه طبعا، دي اساسي، ما اقولكيش. عندك شويه كزبره خضراء حطيهم على الوش للتقديم كده، اهلا وسهلا. باميه من غير لحمه ولكن هي باللحمه. انا يهمني القيمه الغذائيه اللي موجوده فيها، اللي هو البروتين الحيواني، اذا كانت سمنه بلدي انا عاملها، او اذا كان شوربه ضاني عندي في الثلاجه، او شوربه كندوز، شوربه فراخ اللي موجود عندنا. تعالوا شوفوا نعمل ازاي السلطه. السلطه دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا. عينيا هتشوف الصوص، هوري لك الصوص يا غالي. عايز مخرجنا يشوف الصوص او الصلصه اللي هنقدمها مع الكفته. بص على الحلاوه. شوف القوام ده كده. دي تاكل صوابعك وراها. اهم حاجه الشوربه بتاعته، شوربه اللحمه. انت ملاحظه حاجه وانت بتتابع الشيف المغازي؟ دايما ببعد عن مكسبات الطعم، بعتمد على الطعم يطلع من بين اصابع ايد العشره. اذا كان شوربه لحمه او شوربه فراخ، شايفها وهي بتغلي على النار؟ اللهم صل على النبي. دي ما فيهاش معجون طماطم خالص. نبص على الكفته اخبارها ايه؟ يا حلاوه، اللهم صل على النبي. نطلعها من النار كمان، مخرجنا عايز يبص عليها كده، نتغازل فيها واحنا بنعمل السلطه بتاعتنا. نحطها هنا. حلو قوي. بص على الكفته. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ هي دي الكفته بتاعتنا. الله، بص على الحلاوه بالله عليك. اذا كان الفلفل، اذا كان الروزماري، اذا كان الجمال والحلاوه. ناخد الصلصه الحلوه دي كده، يلا بينا. هو ده. ما ننزلش كتير. شفت الجمال ده كده؟ هو ده. الله، دي عايزه تعملها زي البرجر، ماشي. تعمليها في سندوتشات لاولادك، ماشي. تعمليها مع مكرونه سباكيتي، ماشي. تعمليها مع رز ابيض، ماشي. الف هنا وشفا للي ياكل. طيب خلصنا من الكفته، تعالوا مع بعض نشوف نعمل السلطه ازاي. شفنا مقاديرها على الشاشه، يلا بينا. يلا بينا. بنجيب بايركس ازاز ونقطع السلطه دي مع بعض كده، وانا دايما بخلي طبق السلطه في الاخر، اعتبره لوحة فنية تقدر تبيني حبك للمطبخ، رشاقتك للمطبخ. البنجر عندنا بيتسلق،
انا عايز اقطعه مكعبات بالشكل ده كده. الله، بيتسلق ازاي؟ اقول لك بيتسلق ازاي. على فكره البنجر ده نقدر ان احنا نستخدمه كعصير يعالج الانيميا. برتقان، بنجر في قلب الخلاط، قلب فعلة وشفا، معلقه عسل وداعا للانيميا، قيمه غذائيه عاليه جدا. اقول تاني، اسمه عصير الرشاقه. يعني نقدر نقول حبيتين من البنجر ده كده لو حطيناهم في كوبايه، ملو كوبايه مع كوبايه عصير برتقان مع معلقه عسل وفي قلب الخلاط وبألف هنا وشفا. تاني، بنجر، برتقان، عسل، والمقادير بتاعه السلطه على الشاشه. معانا بنجر، معانا بقدونس، الله، معانا فص توم، عصير ليمون، زيت زيتون، ونعناع. ميزه البنجر ده لما تقطعيه بشكل حلو بيبان، البعض بيحب يبشره، بيقدمه برزنتيشن كده مع بعض الخضروات او بعض السلطات زي ما انت حابب. ولكن نصيحه مني من شيف بيحبكم، استخدامك للبنجر على طول دايما. الراجل بتاع الخضار بيقول لي يا شيف مغازي البنجر ده زي الفل، البنجر ده الناس بتهمله مش عارف ليه، بتركز على البطاطس على الكوسه، اهي بنجر بتاكل كده. وبعدين هو يعني دايما بيقوم بدور الفاكهه ودور السلطه، يعني ممكن نستخدمه في السلطه وممكن نستخدمه في الفواكه مع فروت سلاط في عصاير زي ما انت عايزه. الاولاد ياكلوه زي ما هو كده سليم، والاطفال بيحبوه طبعا لانه بيغير لون شفايفهم كده وبيبقى لونه احمر ولطيف. الاطفال بيحبوا الحاجات دي زي الفل كده. تمام، تعالوا نتبل الشويه الحلوين دول مع بعض. سلطه حلوه لطيفه، ورقتين نعناع اخضر كده حلوين، حلو، شويه بقدونس حلوين، اللهم صل على النبي، عصره ليمون يا عم الشيف، ليمون على البنجر، فيتامين سي ده مهم جدا على فكره. نشيل دي ورا كده عشان مش عايزينها، ونجيب طبق التقديم بتاعنا اللطيف يتحط هنا، مخرجنا عايزه هنا. حلو، ده مهم جدا. شفتوا البنجر بيبهدل الدنيا ازاي؟ بتلاقي كل الدنيا حمار. عندنا زيت زيتون، زيت الزيتون مفيد جدا على فكرة، بيعالج مشاكل كتيرة من ضمنها الإمساك. عندنا إمساك زيت زيتون على جبنة قريش، عندنا إمساك زيت زيتون في السلطة الخضراء، عندنا إمساك معلقة زيت زيتون مع معلقة عسل. الحاجات اللي بقولها دي مهمة جدا ومفيدة، خدها مني كده وانا شغال واحدة واحدة. طبق السلطة ده نغرفه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن عايز احط للامانة بدور عليك، انت فين؟ فص توم اهو. انا بحب دايما التوم الطازة في قلب السلطة، يوديها في حتة تانية. دي بقى سلطة بنجر، الواحد ياكل منها معلقة واتنين وتلاتة. مشاكلنا مع البنجر ايه؟ مش بناكل معلقة والتانية بنحس ان احنا بنضرب سكر، لا، السكر طبعا الواحد ما بيتكبروش يعني كده. انا طلعت من موضوع السكر ده خالص باضافه التوم وعصير الليمون وزيت الزيتون. ادي السلطه هنا تتحط في التفاحه الحلوه دي كده، الف هنا وشفا. سلطه جميله حلوه، الصغير والكبير هيحبها، مفيده، مريض سكر ياكل منها بامان، اي مشكله مع الضغط ياكل منها بألف هنا وشفا. ممكن تقدمي معاها بيض مسلوق كده، قدمت معاها بروتين حيواني. حلقتنا النهارده تفاصيلها صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد، بمقادير في متناول الجميع. عملنا دقيقه الباميه باللحمه الضاني بس من غير لحمه، يعني باميه كدابه، وعملنا كفته جامده جدا مع الريد صوص او مع صلصه الفلفله الحلوه، قدمناها لحضراتكم مشويه في الفرن. سلطه البنجر للصغير والكبير، يعني رؤيه وفن وابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.